خلينا نشوف ترند الاهلي في ايه النهارده وايه الكلام اللي كان عن النادي في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب الرسمي لقناه الاهلي، قالت ان النادي الاهلي يسعى لحسم اللقب القرن الجديد مبكرا، والاهلي في الطريق ده في الحقيقه، وده من خلال تصنيف الانديه للقرن 21 حتى هذه اللحظه. الاهلي برصيد 84 نقطه، وبعديه بفرق كبير جدا مازيمبي الكونغولي برصيد 58 نقطه، بعد كده الترجي التونسي 56، النجم الساحلي التونسي 55، وبعد كده الزمالك والوداد 34. ممكن الاهلي يعني باذن الله يحسم لقب القرن الجديد عشان يبقى مرتين ورا بعض، ودي تبقى حاجه مهمه جدا في الحقيقه. خلينا نروح لحساب بطولات على تويتر، واللي بيقولوا ان احمد مجاهد ليه تصريحات قال فيها ان رئيس الفيفا اثنى على اداء الاهلي امام بايرن ميونخ، وكان متواجد طبعا رئيس الفيفا انفانتينو في المباراه النهائيه، واثنى بالفعل على اداء النادي الاهلي في مباراه البايرن وعلى اداء النادي الاهلي في البطوله بشكل عام. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر من حساب ايه يا جماعه قولوا لي، ايوه سبورت 360، خمس امور يسعى موسيماني لتحقيقها امام المريخ. هما بيتكلموا في خمس حاجات مهمه جدا، بيقول لك سلسله اللا هزيمه بالنسبه لموسيماني مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ضربه البدايه القويه وده امر مهم جدا، الشباك النظيفه وده ان شاء الله باذن الله عندنا عملاق في حراسه المرمى، صداره المجموعه من البدايه امر مهم جدا جدا، الرد على منتقديه. وانا بشوف في الحقيقه موضوع الانتقاد بالنسبه لموسيماني ده شيء صحي، يعني مش شيء سلبي للغايه، دايما انت طبعا مدير فني النادي الاهلي بيوجه ليك بعض الانتقادات، لكن انت دايما بترد من خلال نتائجك في الملعب، وده اللي بيعمله في الحقيقه مستر بيتسو موسيماني، ومدرب مميز جدا. الاهم ان لما يكون في انتقاد يكون بالشكل المنطقي وما يخرجش عن هذا الاطار، يعني ده امر مهم. خلينا كمان نروح لسبورت 360 وحسابهم على تويتر، بيقولوا غيابات النادي الاهلي عن مباراه المريخ السوداني الدوري ابطال افريقيا، الجميع بسبب الاصابات، وطبعا حسين الشحات بالنسبه له ايقاف، علي معلول اصابه، وليد سليمان كذلك، ايمن اشرف، طاهر محمد، طاهر صلاح، محسن، واحنا اتكلمنا على تفاصيل الاصابات دي. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي، واللي بيتكلم من خلال حسابه على فيسبوك بيقولوا الظهير الايسر رياضي على الاهلي في ورطه قبل مواجهه المريخ السوداني. انا مش شايف ان في اي ورطه يا جماعه، عندنا محمود وحيد ماشي كويس جدا في التدريبات، حتى هو متواجد مع الفريق في كاس العالم للانديه، كان بيشارك في التدريبات بمنتهى القوه، روحه مميزه جدا في الحقيقه مع اللاعبين، ما بيشاركش بقاله فترات كبيره، لكن فرصه بالنسبه له ان هو يشارك في مباراه الغد على حسب طبعا وجهه النظر الخاصه بمستر بيتسو موسيماني. حساب يلا كوره بيتكلم على ان تصريحات نائب رئيس بعثه المريخ نهني الاهلي والشعوب العربيه على ما حققوا في كاس العالم للانديه، وده اتكلمنا فيه بتفاصيل كتير جدا مع بدايه الحلقه. تعالى لي بقى في الخبر ده عشان خبر غريب شويه، من المصري الرياضي وحسابهم على تويتر بيقولوا الاهلي يغلق الباب امام رحيل بدر بنون. هو الراجل لحق يلعب عشان يمشي؟ طب هل في فتره انتقالات مفتوحه دلوقتي يا جماعه احنا مش عارفين؟ دايما بيبقى في حاجات غريبه كده وغير منطقيه، انا اللي يجنني ايه؟ يجنني اي خبر غير منطقي ومش مبني على اي اسس، وبعدين بيقول لك اصل في مفاوضات شفهيه، طب هنعمل ايه بالشفهيه؟ الشفهيه دي بتعمل ايه يعني؟ هتمشي اللاعب هيجي له عرض شفهي فيمشي؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص يعني، مفيش الكلام ده. بدر بنون ماشي بخطه ثابته جدا مع الاهلي، واحد ابرز اللاعبين في الفرقه خلال الفتره الحاليه، ومؤثر جدا جدا، وصفقه اكثر من ناجحه بكل المقاييس، فخلينا ما نشتتش اذهان اللاعبين يعني، لان ده امر غريب ومبالغ فيه في الحقيقه.